السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الكلمة لك. غادر اليمن مبعوثان أمميان هما جمال بن عمر وإسماعيل ولد الشيخ، كانت مهمتهما الأممية مليئة بالفشل، لأنهما ابتعدا عن أدوات الحل، فكان السقوط في وحل الفشل وتعميق الأزمة والبعد عن تسمية المتسبب في كل هذا الخراب والدمار والحرب والآلام والأوجاع والمآسي. لذا فقد اليمنيون ثقتهم بهما، بل وبكل مساعي الأمم المتحدة ومنظماتها ومؤسساتها التي تطفح بالانحياز للقاتل والانقلابي والابتعاد عن روح ونص وقرارات الأمم المتحدة ومساعيها لنزع النزاعات أو لفض النزاعات، التي تؤكد على أهمية تنفيذ القرارات الأممية التي تشدد على استعادة الدولة ونزع السلاح عن الميليشيا الانقلابية الحوثية وعودة السلام إلى اليمن دولة وأرضا وإنسانا. ومع تعيين الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثا جديدا خلفا للمبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ، نطرح تساؤلا: ماذا ينتظر المبعوث الأممي الجديد في اليمن؟ هل سيتحقق السلام؟ سؤال نضعه عليكم، ونستقبل مشاركاتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك الكلمة لك. وضعنا استطلاعا للرأي لمتابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، وضعنا تساؤلا عن المبعوث الأممي الجديد، هل سألنا المتابعين في صفحتنا على التويتر: هل ماذا تتوقع من المبعوث الأممي الجديد؟ ماذا تتوقع من المبعوث الأممي الجديد في اليمن في سبيل تحقيق القرارات الأممية وصناعة السلام؟ هل النجاح أم الفشل؟ صوت بالنجاح 14% من المتابعين، صوتوا أن النجاح يمكن 14%، يعني نسبة النجاح 14%، أما صوت بالفشل 86% من المتابعين، أي أن روح اليأس يعني تعم الغالبية من المتابعين، أن يمكن أن يكون كسابقيه ينتظره الفشل ما دامت الأدوات الأممية ناعمة ولا تسمي القاتل، وما دامت بعيدة كل البعد عن تسمية المتسبب الحقيقي في كل هذا الخراب، وعن أيضا المضي نحو تحقيق السلام العادل والشامل لإعادة الأمل لليمنيين جميعا. أما في الفيسبوك فقد وضعنا ذات السؤال، وهو: ماذا تتوقع من المبعوث الأممي الجديد في اليمن في سبيل تحقيق القرارات الأممية وصناعة السلام؟ هل النجاح أم الفشل؟ صوت 12% بالنجاح، أما 88% فقد صوتوا بالفشل. وهذا في الحقيقة يعني إجابات يعني ليست يعني إجابات تشاؤمية بقدر ما هو استقراء من المتابعين ومن جمهور اليمنيين ومن كل اليمنيين، استقراء لما نتج عن المبعوثين الأمميين السابقين وهو جمال بن عمر. جمال بن عمر جاء على وقع ثورة شبابية شعبية سلمية انتصرت وخلعت النظام السابق، ثم جاءت بتسوية سياسية ووفاق وتوافق وحوار وطني. كان اليمنيون على مشارف عهد الدولة اليمنية المنشودة، وهي الدولة اليمنية الاتحادية المكونة من 6 أقاليم. جاء جمال بن عمر وهيأ للميليشيا الحوثية بابتلاع الدولة، بل وصمت عن كل انتهاكاتها ابتداء من دماج ثم خمر ثم عمران ثم صنعاء، وليتخلى أو ليغادر جمال بن عمر منصبه الأممي على حرب شاملة وعدوان حوثي عفاشي على كل اليمنيين. وها هو
إسماعيل ولد الشيخ يغادر منصبه الأممي على استمرار للحرب، على استمرار لحصار تعز، على استمرار في اختطاف الآلاف وعشرات الآلاف من اليمنيين، والذي ينص القرار الأممي على إطلاق سراح جميع المختطفين في سجون الميليشيا الحوثية، على استمرار سيطرة الميليشيا الحوثية على السلاح، والذي ينص القرار الأممي رقم 2216 على نزع السلاح من الميليشيا وانسحابها من كافة المدن، وما زال الفشل سيد الموقف. لدي اتصال، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، مساك الله أخي بالخير. أهلا وسهلا أبو مهند، مرحبا بك. مهند إن شاء الله. مهند أيوة. أم أبو مهند؟ أبو مهند. أبو حياك الله. أبو مهند، ماذا تتوقع من المبعوث الأممي الجديد؟ أنا أتوقع من المبعوث الأممي الجديد فشل 100%. يعني لماذا؟ لماذا الفشل؟ لماذا؟ لأن كل ما نظرنا إلى المبعوث الأممي الأول والثاني، نظرنا إلى جمال بن عمر وخطته لتوصيل الحوثي لصنعاء ثم يسيطر على الدولة وعلى السلاح وعلى الجيش وعلى كل كيانة الدولة، ولم يفعل شيء، وكان فاس، وبالنهاية خرج ليس إلا هدم اليمن وهدم البنية التحتية لليمن وطرد جميع قيادات وأعضاء الأحزاب الأخرى. ثم أتى ولد الشيخ، لم يعمل أي شيء، لم يطلق مساجين، لم يأسرى من القادات أو الصحفيين، أو لم يفك الحصار عن محافظة تعز، لم يستطيع أن يدخل إغاثة إلى أي محافظة، ولم يستطيع أن يخضع الحوثي لأي قرار أممي. إيش استفاد؟ أتى ولد الشيخ، لم يصدر عنه أي قرار، لا لصالح الحوثي ولا لصالح الشرعية، وإنما عاش فترة وهو يشوف قتل الأطفال ونهب الممتلكات العامة وقصف المدن وحصار ومن مرض وجوع، وهو يسعى إلى عقد اجتماعات، ما استفدنا أي اجتماعات، ولا ننتظر من هذا إلا إكمال مشروع الإيراني الفارسي. إذن يعني لا تعلق أي آمال على مساعي الأمم المتحدة، هكذا يعني من خلال إجابتك يمكنك أن أنا بقول لك نتعيق أنه هذا المبعوث الأممي سيأتي إلى شرعنة الانقلاب ودعمهم بكل ما يستطيع من مال وكل شيء. إذا كان ولد الشيخ لم يستطيع أن يحول الإغاثة إلى ميناء عدن أو ميناء حضرموت، وإنما إلى ميناء الحديدة كدعم، لماذا لم يدعم على مطار الريان، مطار عدن؟ لماذا لم يستطيع ولد الشيخ أن يفتح حصار عن تعز الذين ماتوا قتل؟ الذين هناك طريقة لإغاثة تعز، هناك عدن لإغاثة أبناء تعز، لم يستطيع ولد الشيخ أن يدعم تعز حتى بإغاثة واحدة، وإنما يأتي عبر الحديدة وتنهب هؤلاء القوم. لا نأمر إلا على شعبنا وعلى جيشنا وعلى حكومتنا الشرعية وعلى محافظ تعز الجديد الذي ندعو له بالنصر، كما ندعو أبناء محافظة نقوف إلى جانب المحافظ وإلى جانب القيادة العسكرية وإلى جانب أبطال المقاومة لتحرير المحافظة. لأن أبو مهند طبعا يعني ما دام وكل هؤلاء فشلوا بل وعمقوا الأزمة، ما هي رسالتك للمبعوث الجديد؟ كيف يستطيع أن ينجح في مساعيه حتى يتحقق السلام؟ ما العمل حتى يمكن أن نقول أنه نجح في إرساء مع مداميك السلام؟ إذا كان المبعوث الأممي يريد أن ينجح في السلام، فعليه أن يزور تعز، يزور عب، يزور الحديدة فقط، يزور عن الشعب. يعني إذا زار تعز والحديدة، وهذا يعني يمكن أن ينجح، أن تنجح مساعي، أم أن هناك يجب أن يعني إجراءات وأدوات ومسارات يمكن أن يمضي من خلاله حتى يتحقق السلام؟ إذا نظر إلى هذه الثلاث المحافظ سيعرف هؤلاء إيش أعمالهم وإيش وراء ما خلفوا من دمار البلد وقوع وأمراض. فإذا زار ثلاث المحافظات فنقول هناك أمل. إذا كان المبعوث الأممي ولد الشيخ لم يزور أي إلا صنعاء أو عدن،
وقع ولد ابن عمر ما زال إلى صعدة وهو اللي هيئ وصل إلى صنعاء. فإذا كان هذا نفس الطريق الأول فنقول فشل في 100%. وهنا كان متأكد أنه نفس الطريقة، هو يمشي على خطة مرسومة. هل إذا خطة مرسومة لهم لا يستطيع أن يخرج؟ أنت يعني يعني ربما أنت يعني غاسل يدك من 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 المنظمات الأمم المتحدة ومن مبعوثيها. إذا لا أمل، إذا ما هو الأمل بالنسبة لليمنيين؟ إذا الأمل أن يقوف كلهم إلى جانب شرعيتهم، إلى جانب قواتهم المسلحة، إلى جانب أبطال المقاومة، إلى جانب هؤلاء الذين ضحوا بدمائهم، إلى جانب هؤلاء الأسرى الذين في السجون يخضعوا للتعذيب، دعم أولاد الشهداء، دعم أولاد الأسرى. هناك ناس أسرى أولادهم لم يجدوا لأي شيء معيشة، أولادهم مشردوا أولادهم. فأقول لهم الوقوف إلى جانب هؤلاء الصحفي، خاصة الصحفيين الذين في السجون، أخ محمد الصحفيين يعانوا، لا يوجد لهم كتب، حتى لو استلم راتبه 60,000 70,000 لا يكفي إيجار منزل له. الوقوف إلى جانب أولاد الشهداء وأولاد المعتقلين، هؤلاء هم الذين ضحوا بدمائهم، ضحوا بكل ما ملك، ليس حبا لمصلحة ولا حبا لسلطة ولا حبا لمنصب، وإنما حبا للوطن، حبا للدين، حبا للعار والشرف، حبا للدفاع عن أعراضهم، دفاعا عن دينهم، دفاعا عن عروبيتهم، ليس لهم شيء آخر. وإذا كانوا يريدون شيء آخر لكان هناك مع الانقلابيين واشتروا الفلل والعمائر والسيارات كما هؤلاء بعض الذين باعوا دينهم وعرضهم لمصلحة دنيوية. يا أخ محمد، فنقول للشعب اليمني الوقوف إلى جانب عبد الرب منصور وإلى جانب اللواء علي محسن أحمر، لأن هؤلاء هم الوطنيين، هؤلاء هم الأشخاص الذين ضحوا بكل ما يملك، هؤلاء الذين هم ضحوا بكل ما يملكوا من الأشخاص. ونشكر كل من وزير رئيس الوزراء الرجل الوطني الرجل ذات وطنية عالية الذين ضحى بوقته وجهده وهو يدافع عن الشرعية وهو يدافع عن الوطن وهو يدافع عن الوحدة، وهو الذي نقول له إذا يعني المسار الذي يمكنه دعم الشرعية والمضي نحو. يا محمد، لا في مفاوضات ولا حوار ولا يعني لا أمل، لا في الحوارات ولا المفاوضات، وإنما الخيار عبر هو حسم العسكري. يا محمد، الحسم العسكري، وهذا ما جبتها باختصار يعني. أو اتفاقيات، هؤلاء هم لا للدين ولا دخلة، حتى لو قالوا مفاوضات أو اتفاقيات، أو هم وقت ما يكونوا في أزمة أو وقت ما يكون يدخلوا مفاوضات يدخلوا بصلح، لكن انقلبوا 73 أو 74 اتفاقية من 2007 وهم اتفاقيات وصلح، وعندما استعيدوا قوتهم تراهم انقلبوا. هذا اتفاقيات مع ناس لهم دين. إذا هكذا من مجمل حديثك أبو مهند أن الحسم العسكري هو الذي سيحقق السلام. أنا أشكرك كل الشكر أبو مهند على ما تفضلت بالحديث به. لدي اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم. إذا قبل أن أستقبل اتصال، إذن لدي اتصال. السلام عليكم عوض، مرحبا بك يا عوض. حياك الله، كيف حالك يا استاذ محمد؟ الحمد لله. عوض، ما هي توقعاتك توقعاتك للمبعوث الأممي الجديد مارتن جريفيث الذي عينه الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثا أمميا جديدا في اليمن؟ هل برأيك هل يمكن هذا المبعوث الجديد أن يحقق السلام، أم أن هناك شيء آخر بالنسبة لوجهة نظرك؟ أولا أحييك يا أستاذ محمد وأحيي كل العاملين في قناة الثورة والثوار. حياك الله. طبعا الشعب اليمني العظيم والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية أمام خيارين، أما الكفاح المسلح حتى عبادة الحوثيين عن بكرة أبيهم أو رميهم في البحر، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني إذا كان هناك مبعوث أممي جديد وتم الاتفاق بين الحوثيين والشرعية على الجلوس حول طاولة واحدة
ماذا يعني هذا يا سيد محمد؟ يعني ان الحوثيين شركاء في الحكومه القادمه، وقد يكون منهم رئيس الدوله او رئيس الوزراء او وزير الدفاع، وقد تكون مناصبه بين الحوثيين والشرعيين. لكن السؤال والشرعيه، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، اين تذهب هذه الانهار من دماء الشهداء؟ الاف الشهداء والاف الجرحى والاف المعاقين دمروا اليمن عن بكرة أبيه. هل يقبل الشعب اليمني أن يجلس مع الحوثيين أو من يمثلهم وهي شرعية حول طرف قاعدة؟ هذا السؤال يوجه إلى الشعب اليمني. إذا اقترع وعلى سبيل المثال يا سيد محمد، نعم، إذا اقترع الحوثيين بأنهم يطبقوا تفاصيل البرجعيات الثلاث، فهل الحكومة الشرعية تقبل الحوثيين أن يكون شركاء في الحكومة القادمة؟ هذا سؤال محير، وقد يقبل ذلك لأنهم الآن في تقهقر، وهم الآن ينفذوا أنفاسهم الأخيرة، وقد يقبل ذلك وفي نفس الوقت بعد يقول خلاص ما يكونوا شركاء. إذن القوات المسلحة مناصفة، القوات المسلحة تكون مناصفة ولازم يكون شركاء في السلطة. فممكن انهم يستغلوا هذا الوضع ويعودوا الى المربع الاول. الحوثيين يا استاذ محمد انا اعتقد من وجهه نظري انهم مستحيل ثم مستحيل ثم مستحيل انهم يسلموا اسلحتهم. اذا سلموا اسلحتهم معناتهم سلموا رغابهم الشرعيه. هذا كلام يعني مفروغ منه. ولهذا الوضع معقد جدا جدا للغايه. وانا اعتقد انه مثل ما راينا استطلاع للراي من أبناء الشعب اليمني تجاوزت نسبة 80% بأن المندوب الجديد سيكون فاشل في لماذا كل هذا اليأس؟ لماذا كل هذا اليأس في الاستطلاع الرأيي؟ لماذا الجميع مصمم على أن مهمة هذا المبعوث الأممي مصيرها الفشل؟ يا أستاذ محمد هذا لا عهد لهم ولا ميثاق. يعني طيب في حوارات حصلت في جنيف واحد وفي جنيف اثنين وفي الكويت وفي الاخر اسفل، كان الهدف منها تضييع للوقت وفي نفس الوقت تعزيز قدراتهم العسكريه في جماعات القتال، هذا كل هدفهم. طيب الان ما الذي حصل مع اكبر شريك لهم الذي فتح لهم المعسكرات وسلمهم المعسكرات ما فيها المعدات؟ وفي تقرير يعني قبل اسبوع حوالي يعني مليارات الرصاصه كلاشنكوف وغير كلاشنكوف، صور العدد بالمليارات اللي ياخذوها من المعسكرات في صنعاء، وفي الاخر قدروا بالرجل هذا وقتلوه بدم بارد داخل شوارع صنعاء. فكيف تثق في هؤلاء انهم يحكموا هذا الشعب؟ ماذا فعلنا في خلال ثلاث سنوات يا استاذ محمد؟ يعني اكثر من 15 الف مقتطف، أكثر من 100 أو 200 نفر ماتوا تحت التعذيب في السجون الحوثية، دمروا البنية التحتية لليمن، الشعب اليمني اليوم يموت جوعا ومرضا وعطشا بالشوارع، أكثر من 2 مليون يمني مشرد خارج اليمن في أصقاع الأرض، يفترش الأرض ويلتحم السماء، من يقبل هؤلاء أن يحكم مع السيد محمد؟ الشعب اليمني أنا أعتقد أنه مستحيل أن يقبل هؤلاء، يعني هؤلاء لم يأتوا لإنقاذ الشعب اليمني من الوضع المتدهور خلال 50 سنة راحت، ولكنهم دمروا الشعب اليمني. الآن أمام الشعب اليمني 100 سنة قادمة حتى يعود إلى وضعه الطبيعي والعادي. فعلى أي حوار أنا أتحدث؟ تحاور مع من يا أستاذ محمد؟ إذا أنت يعني هؤلاء عوض، أنت وصفت الحالة المأساوية التي سببت بها الميليشيا الحوثية، ولكن ماذا يجب على المبعوث الأممي أن يفعل حتى يعني يخفف من كل هذه الآلام والأوجاع ويعيد السلام ويطبق القرارات؟ اليمنيون لا يريدون شيئا غير تنفيذ القرارات الأممية التي تنص على استعادة الدولة وإطلاق سراح المختطفين ونزع السلاح وغيره. كلام جميل. طيب لكن مقابل هذه التنازلات، هل أنت تتوقع أن الحوثيين يعودون الى كفرهم في صعده؟ لن يقبلوا الا ان يكونوا شركاء في الحكومه القادمه، ومن يثق فيهم انهم يقدروا. وهذا مؤكد يا استاذ محمد. هل يمكن ان تفرق الشرعيه بكل هذه التضحيات وبكل هذه الدماء التي
التي بذلها أطهر شباب اليمن ورجالها من أجل استعادة الكرامة والدولة وتفرط بها الشرعية في بهذه السهولة وبهذا اليسر؟ يا أستاذ محمد أرى أختلف معك داخل أي دولة من الدول، وفي الأخير نجلس حول طاولة واحدة، معناته يا أخي لازم أنا أكون شريك معك في السلطة شئت أم يعني أنا أتحاور معك عليه. ما أقول الحوثيين يسلموا أسلحتهم السفينة للمبعوث الأممي ويعودوا إلى كوفة واحدة، لم يتنازلوا إلا إذا كانوا شركاء، وشركاء 50% في الحكومة القادمة، ومعناته أننا ندفن الماضي عن بكرة أبيه. هذا في حالة إذا قبل الشعب اليمني، إذا لم يقبل الشعب اليمني ما في خيار إلا الكفاح المسلح حتى إبادة الحوثيين عن بكرة أبيهم. عوض يعني مثلا بالنسبة للمبعوثين الأمميين السابقين بالرغم أنهما عربيين، هل تعتقد أنهما شاركا بصورة أساسية في كل هذا الخراب وفي تمكين الميليشيا من رقاب اليمنيين وفي تبييض جرائمها أو ربما التستر عليها؟ نعم نعم، والدليل على ذلك ليس هم فقط وإنما مجلس الأمن الدولي. ألم يكن مجلس الأمن الدولي قد أصدر القرار 2216؟ وهذا القرار معناته أن اليمن تحت الفصل السابع، ومن حق مجلس الأمن الدولي أن يدخل بقوة عسكرية وينزع السلاح الثقيل من الحوثيين، ولكنه لم ينفذ هذا القرار. إذن هو متحاور مع الحوثيين، فماذا تتوقع من المبعوث الجديد يا أستاذ محمد؟ عوض يعني مثلا حينما تم إقرار هذا القرار كان في مايو 2015، أي أنه كان كلفة الحرب حينذاك كانت لم تكن بتلك الصورة المأساوية، يعني حتى أرقام الضحايا وغيرها من الأوجاع والآلام والخراب والدمار الذي تسببت بها الميليشيا. يعني بعد ثلاث سنوات من هذا الحرب، هل بات هذا القرار صالح أم أنه يجب أن يكون هناك قرار آخر بتقديم هذه الميليشيا إلى العدالة، إلى محكمة الجناية الدولية، إلى غيرها من أدوات العقاب؟ بدون شك يا أستاذ محمد، يعني جرائم القتل لا تنتهي بالتقادم. يا أخي الأمم المتحدة هذا فيها 193 دولة يا أستاذ محمد، أسست عام 1945 في إحدى ولايات الولايات المتحدة الأمريكية، 193 دولة من جميع أنحاء العالم. تستطيع أن تنفذ قرار أممي في دولة من الدول؟ الآن الحوثيين يا أستاذ محمد يلفظون أنفاسهم الأخيرة، يعني اكثر القرارات هذا خاصه 2216. انا اعتقد انه يعني، لكن احنا لا ننسى انه خلال الحرب ان ايران لعبت دور كبير في ضخ وفي ارسال الاسلحه والصواريخ وجميع انواع الاسلحه عن طريق البحر، وشاهدنا ذلك وعشرات الالاف من الارقام يا استاذ محمد. من اين اتتم؟ يعني برضه لا زال الحوثيين لديهم اسلحه يعني لا يستهان بها. على مطلق الصواريخ الى الرياض الاكثر من 95 صاروخ طلق على تم اطلاقها على المملكه العربيه السعوديه، من اين اتت هذه الصواريخ؟ واليوم تاكد الامم المتحده ان جميع الاسلحه التي مع الحوثيين هي من ايران. اذا لماذا لا تصدر قرارات امميه يعني تنقط على ايران وتجبرها على وقف هذا السلاح؟ يقاطعوها مقاطعه اقتصاديه سياسيه دوليه حتى توقف هذا الدعم اللامحدود للحوثيين. نعم، اذا يعني باختصار عوض، ما هو الحل الماثل امام اليمنيين حتى ينجزوا او يصنعوا السلام للدوله وللانسان معا؟ وامامهم خيارين يا استاذ محمد، اما الكفاح المسلح حتى عباده عن بكره ابيهم، والخيار الثاني هما يخضعوا لنتائج السلام مع الحوثيين بشرط انهم يسلموا اسلحتهم الثقيله، لكن عليهم ان يتوقعوا ان الحوثيين سيعيدوا الكره مره اخرى. وشكرا جزيلا لك يا محمد. اشكرك عوض كعد المعي عبد العزيز الصبري، مرحبا بك عبد العزيز. عبد العزيز، السلام عليكم. ما هي توقعاتك للمبعوث الاممي الجديد؟ هل برأيك سيتمكن من صناعة السلام في اليمن أم أن لك رأي آخر في هذا الإطار؟ أخي الفاضل، يعني نحن يعني نرى آيات على أرض الواقع، يعني نحن عرفنا منذ زمن هذه الأمم المتحدة، وأنا أقول للشعب اليمني عامة
للشعب اليمني عامة، يعني كفى هذه المهزلة وهذه السخرية بعقول الناس. يعني الأمم المتحدة، أنا أقول للشعب اليمني إذا كانت حلت قضية فلسطين وهي قضية العرب والمسلمين الأولى منذ 60 سنة، منذ 60 عاما، والأمم المتحدة دخلت يعني بالتوسط للحل الفلسطينية والكيان الإسرائيلي الغاشم، هل رأينا نتيجة أم أن رأينا أن هذا الكيان الغاشم يتمدد كل يوم وكل ساعة وكل سنة وهو في تمدد يعني بابتلاء الأرض الأقصى الشريف؟ أخي الفاضل، نحن لا نراهن على هذه الأمم المتحدة اللي ما رأينا منها إلا أن ساندت هذه الميليشيات الإرهابية، أتتهم بالمبادرات، وكذلك هي، أنا أقول للتحالف العربي، هذه الأمم المتحدة هي تريد الابتزاز بالمال لكم، فمتى سيعقل، متى سنعقل أن هذه الأمم المتحدة لم تأتي بخير إلى الشعب اليمني؟ يعني أن هذه الميليشيا ما تركت جريمة إلا وارتكبتها، ومع ذلك أتت المبعوث الأول والمبعوث الثاني والحرقة تولد مبعوث جديد. أخي الفاضل، أنا أقول ولكي لا يقال عنا أننا نحن عنصريين، أريد أن أتحدث بكلام وأرجو أن لا تقطع علي الخط، لأني عندي رصيد، أريد أن أتكلم وخاطب الشعب اليمني وخاطب كل القوى السياسية. أخي الفاضل، نحن لا نؤول على أحد، يجب أن نتنازل خلافة، نحن تكلمنا مرارا وتكرارا، وتعرف أن مواقفي مع هذه القناة منذ زمن بعيد، وأنا معكم قلبا وقالبا، ولكن نحن معكم في صوابكم ولسنا معكم في أخطائكم. نقول أن هذه الميليشيات الإرهابية ما تمددت على أرض بلادنا الحبيبة الغالية اليمن إلا بسبب خلافاتنا إلى اليوم، ونحن لم نعد الدرس إلى اليوم، ونحن لم نتفهم الوضع، أن هذه الميليشيات الإرهابية أتتنا في 2011 يعني بما يسمى هذه الأيام بالثورة، ثورة فبراير، وانظر أنها اتسلقت على ظهور الشباب وكذلك اتسلقت على ظهور المؤتمر الشعبي الآن. أخي الفاضل، أنا أقول أين الذي كانوا يدعون أن صدر عارية في الساحات، أين هم اليوم؟ لماذا لم يتحركوا؟ أين الملايين الذي كان يجمعهم علي عبد الله صالح؟ لماذا لم يتحركون؟ أخي الفاضل، الشعب اليمني يقتل، الشعب اليمني يسفك دمه، ونحن إلى اليوم لا زلنا في خلافاتنا. يا أخي الفاضل، لا ننتظر حلولا من الخارج، لماذا لم نتوحد نحن؟ والله إذا توحدنا وكانت كلمتنا واحدة ووحدنا الصفوف بين كل الأحزاب، اتفقوا أيها الأحزاب، الشعب اليمني يقتل، وأنتم تنتظرون الحلول من الخارج، لم تأتي الحلول من الخارج على الإطلاق، ولكن إذا توحدتم فإن هذه الميليشيا والله أنها لا تساوي شيئا، ولكن توحدوا وانتوا خلافة اللي بينكم إلى اليوم، وأنا أقول وأنا أعتب عليكم في هذه القناة إلى اليوم، وما زلنا الرئيس المخلوع الراشد علي، يا جماعة الخير، يا ناقص إلى متى سنقول هذا الرجل قد مات؟ يعني يرحمه الله شهيدا في بيته، ما تحتاجه عن عرضه وعن ماله وعن بيته وعن شعبه، وإلى اليوم لا زلنا الرئيس المخلوع. يا ناس اتقوا الله، إلى متى سنقول هذه الخلافات بيننا؟ لماذا لم يعني نتسامح على جروحنا ورسول صفا واحدا في مواجهة هذه الميليشيات الإرهابية التي لم يعني صلقها الله علينا بسبب أننا لم نتسامح ولم نغفر لبعضنا؟ إذن الحل بأن نتوحد، هكذا تقول الحل أخي الفاضل، أن نتوحد، أن نتسامح عن كل خلافات، وأن ندشن وأن نجتمع جميعا في خندق واحد وهي الشرعية. لا تنسى أن هناك جزء كبير من أبناء المؤتمر الشعبي العام، صحيح أنهم ضد الحوثية لكنهم ليس مع الشرعية، وهذا هو اختلافنا معهم. أخي البابل، أنا أقول لك إن من زملائي ومن أقاربي يعني من هم في المؤتمر الشعبي العام، ولكن عندما يسمعون الكلام أن أنت خائن وأنت مندس وأنت أمين وأنت، إلى متى هذا الكلام؟ الحوثي كل يوم يتحدث بأرضنا ونحن نحن السبب. عبد العزيز، لابد لنا أيضا أن أيضا أن نسمي الأشياء بمسمياتها. ما كان للحوثية أن تتحرك إلى عمران ثم صنعاء ثم تعز ثم عدن إلا بمساعدة المؤتمر الشعبي العام جناح صالح وبدعمه العسكري، لكن نحن بحاجة أن نرى صفا واحدا حتى نتمكن من دحر هذه الميليشيا التي لم تدع طرفا سياسيا إلا وناقشت في الآلام والجراح، وأيضا قتلت واختطفت ومارست كل الانتهاكات، أليس كذلك؟ أنا معك في هذه الأمور كلها الذي، وأنت صادق بهذا الكلام، ولكن أنا أقول لك لماذا تمددت هذه الميليشيا؟ أليس بخلافنا نحن؟
حزب التجمع اليمني الإصلاح أخطأ خطأ قاتل عندما يعني سمح لهم بالتواجد في دوائر 2011. الثورة فبراير ليست ملكا للإصلاح حتى يمكن. علي عبد الله صالح كذلك يرحمه الله. أتعرف يا عبد العزيز أتعرف معهم ضد الشعب اليمني. عبد العزيز أتعرف يعني ثورة فبراير منذ 7 سنوات ولا زال الكثير من المؤتمرين يكلون لها كل الإساءات، بينما الحوثيين يعني ليس لهم سوى 70 يوما من حين قتلوا زعيمهم، والمؤتمريون نسوا حتى كل هذه الفضائل التي ارتكبها الحوثيون بحقهم. أليس من الضروري أن نتسامى عن كل اختلافاتنا ونوحد صفنا في مقاتلة الحوثية؟ أنا أقول لك وذكرت في بداية كلامي أننا يجب علينا أن نتنازل كل الخلافات. نعم. أنا لماذا أقول لك هذا الكلام؟ لأني اليوم أسمع من أن هنالك من الأبواق العميلة من يقول يجب أن نتحاور مع الميليشيات الحوثية. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك حوار مع ميليشيا مجرمة إرهابية سفكت الدماء واختطفت الدولة ومارست كل أساليب القمع والإرهاب والجريمة والوحشية. أشكرك عبد العزيز الصبري على ما تفضلت بالحديث به. مشاهدي الكرام، ننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال مشاركاتكم عن توقعاتكم عن المبعوث الأممي الجديد. هل سيحقق السلام أم أنه سيفشل كسابقيه الذي هو بن عمر وولد الشيخ؟ ابقوا معنا. مشاهدي الكرام في برنامج الكلمة لك، نتحدث في هذه الحلقة عن توقعاتكم لمهمة المبعوث الأممي الجديد الذي عينه الأمين العام للأمم المتحدة خلفا لسلفه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي السابق إسماعيل. هل سيعمل على تحقيق القرارات الأممية وتحقيق وصناعة السلام في اليمن أم أنه سيفشل كما فشل سابقاه؟ لدي اتصال. أبو كهلان مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو كهلان، ماذا تتوقع من المبعوث الأممي الجديد؟ حييك يا أخ محمد وأحيي قناة الثوار قناة الأحرار وعاملينها. حياك الله. لا يعمل ولا يعمل شيء ولا يعمل شيء. عسى عمل ولد الشيخ، يعني هذولا لا لهم لا عهد ولا لهم ذمة ولا لهم. هذولا عملوا في اليمن يعني جرائم لا 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 لا, لا يعني في 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 جميع محافظات الجمهورية. هذولا خدعوا بالمدفون علي عبد الله صالح وقتلوه ولا لهم لا عهد ولا ذمة. والآن يعني في عندنا يا أخ محمد، في عندنا مثل يقول لبجوه في السوق وهو يلبجوا أمه. الآن صرت علي عبد الله صالح أولاده أولاد أخوه أولاد، يعني التآمر يعملوا ما هم يعملوا الآن في عدن بالخطبة بالمواطنين. هو يعني الوجه الجبيح هو يعني ما فيش لهذا ولا لا عاد ولا مخرج معاهم إلا القتال حتى تصفي الطم من اليمن. هذا سرطان خبيث. إذن أنت من وجهة نظرك، فقدنا الاتصال بأبو كهلان، هذا سرطان خبيث لا حل معهم سوى قتالهم وتطهيرهم من اليمن. بالفعل صحيح أنهم جماعة ميليشاوية مجرمة متوحشة لديها أهداف خبيثة خارج السياق اليمني عقيدة ووطنية وهوية، وأنت أبو كهلان يعرف أنه. إذن لدي اتصال. السلام عليكم. أبو رغد مرحبا بك أبو رغد. يا اهلا وسهلا وعليكم السلام. اهلا وسهلا بك ابو رغد. ابو رغد، توقعاتك لمهمه المبعوث الاممي الجديد هل سيختلف عن سابقي؟ يا حبيبي اعمام الله يرى فشلهم هؤلاء، يعني خير الكلام ما قل ودل، يعني ما استفدنا من السابق
كيف راح نستفيد من الآخر يعني؟ يعني لا يختلف كثيرا عن سابقي. هذا التغميض العيون بس، كل ما شافوا الحوثيين في زنقة أو شدت عليهم الأمور أجوا لإنقاذهم فقط. هذه هي مهمتهم، وليست تحقيق القرارات الأممية والمرجعيات الثلاث. أنا أسألك سؤال كمواطن بسيط، من يوم عرفت نفسي ما رأيت في حياتي بأي دول من دول العالم الأمم المتحدة حققا شيء بقوانينها وقراراتها، كلها قرارات برتيخ الزبالة لفها وبلعمايها كلام فاضي وخبر. يا أخواني إذا ما نتحد يعني أنا والله العظيم مستغرب، يعني إحنا الحين مين القاتل؟ مش يمني يبكر يقتلنا وأنا يمني يبكر أقتل يمني يا أخواني؟ والله عيب، والله حرام حرام، الله المستعان. بس على يعني تأتمت أسر، الناس جرحوا، ناس قتلوا، ناس مرميين في مصر. أمانة الله لما تشاهد إنك تخيل إيش اللي يجري في بلدنا يا جماعة، إحنا فلتنا بلدنا من أيدينا منتظرين الخارج ينصرونا. إذا ماذا يجب علينا أن نفعل حتى لا ننتظر الخارج؟ يا حبيبي إذا ما نصرنا أنفسنا واتحدنا ما رح حد ينفعنا. وتأكد في الأخير في آخر النهاية في آخر المشوار لابد من حل سياسي، وكلنا بعدين سنشارك في الدولة الإصلاحي والمؤتمري والحوثي وفاسين وصاد وضاد وضاء، كلنا احنا بعدين في مكان واحد. بعد ايش؟ بعد ما ندمر كل شيء، بعد ما نحطم كل شيء بايدينا احنا كيمنيين، بايدينا نقتل بعضنا وندمر بعضنا. يعني بدل ما يعني ابو رغد وكانك تساوي الجميع. طبعا طبعا يا حبيبي، ما فيش مشكله في الدنيا الا ولها حل في الاخر. انا اعرف، ولكنك هنا تقول انه الجميع يقتل بعضنا، يعني وكانه الجميع يعتدي على الجميع، ويعني ولا يوجد هناك معتدي ومنقلب على الدوله واختطف الدولة وسيطر على المعسكرات واجتاح صنعاء وتعز وعدن والحديدة وغيرها وفجر واختط، يعني عمل. أنت تتحدث بلغة غريبة، هل يعني هل أنت محمد تنظر إلى الجميع على أنهم يعني أطراف متساوية؟ أسمعني، أسمعك الآن. إحنا نعرف أن الحوثي معتدي وأن الحوثي جاء من كف مران وأنه قتال وجزار ودمر، صح ولا لا؟ نعم. طيب إحنا كيمنيين لماذا ما نتحد كشباب ثورة 11 فبراير؟ يعني احنا نظرنا وشفنا الذين كانوا ينادوا بثورة 11 فبراير الحين صاروا يناصروا الحوثيين. انا بالله عليك ايش سوي لما كان قائد وحصد جوائز وحصد مدري ايش، ولا يقول لك الصالح مع الحوثي؟ كيف الصالح مع شخص يقتلنا؟ يقتل اخي، يقتل امي، يقتل ابي. بالله عليك هذا بالمنطق، هذا بالعقل. يعني صرنا كل الناس تنفذ مشاريعها من خلالنا كيمنيين. صرنا اي دوله عندها مشروع مليارات المريالات وصرف لك كلام وصرف لك هدار ورحي بالمساكين. اذا يعني امام كل هذه الاوضاع المعقده فقدنا الاتصال بابو رغد. ننتقل الى قراءه بعض التعليقات. اذا ننتقل الى قراءه بعض التعليقات عن المبعوث الأممي جاود البريهي. يقول المبعوث الأممي الثالث إلى اليمن مارتن غريفيث سيكون كسابقي، لن ينتج حلا لليمن وأهله، والحل لن يكون إلا يمني. وبهذا يتفق مع أبي رغد، أخرجوا عباءات الخارج أيها اليمنيون فقط، يعني تحرروا من ونصاية الخارج حتى تتفقوا معا. أما أحمد الدبعي فيقول ويتحدث بلغة ربما متفائلة، يقول المبعوث الأممي الجديد لليمن مارتن غريفيث تمت الموافقة على تعيينه بشكل رسمي. مارتن عقل سياسي بريطاني معروف ومن العيار الثقيل، ولديه معهد لحل النزاعات الدولية في سويسرا، وبريطانيا هي من تمسك بملف اليمن في مجلس الأمن. بمعنى نحن أمام فرصة جيدة بالاتجاه نحو حوار يستطيع إيقاف الحرب لو توفرت نوايا حقيقية في الداخل اليمني. البريطانيون أيضا يفهمون أفضل من غيرهم من القوى الغربية الكبرى، وسنرى ماذا سيضعون على الطاولة. أما الرأي الآخر، نبيل الفقي يقول لن يضيف شيئا إيجابيا، لأن الأمم المتحدة أصلا
لديها خطوط حمراء لا تتجاوزها مثل حق الفيتو لدول الكبرى التي تحجم دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكل ما يستطيع عمله هو المحافظة على وظيفته والانتقال من مربع إلى آخر. هكذا هي أبرز التعليقات عن المبعوث الأممي الجديد. لدي اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. فقدنا الاتصال. هنا أيضا هنا تعليق آخر سأقرأه لكم عن في صفحتنا على الفيسبوك. مجيد جابر الشافعي يقول إن شاء الله يعمل لصالح المصلحة العامة لليمن ولا ينجر وراء العنصرية أو المصالح التي لا تخدم اليمن. هكذا يقول مجيد جابر الشافعي. أمام المبعوث الأممي الجديد مسارات محددة عليه أن يمضي نحوها، وإلا سيسقط في حفرة الفشل كما سقط سابقاه وهو بن عمر وولد الشيخ. عليه أن يمضي نحو تحقيق القرارات الأممية الواضحة نصا وروحا، وأيضا المرجعيات الثلاث، الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، حتى يعبر اليمنيون إلى بر الأمان والسلام. ولن يتحقق ذلك إلا بالانتصار للضحايا ومحاكمة كل من تسبب بآلام وأوجاع اليمنيين. وهنا نستطيع أن نقول أننا انتقلنا إلى مربع السلام، ومن ثم مربع الدولة والبناء والتنمية، ومحاكمة المتسببين والمجرمين بكل هذه الآلام، المتسبب الحقيقي في كل هذه الآلام وهي الميليشيا الحوثية. غير ذلك سيسقط في الفشل حتما. مشاهدي الكرام، أشكر متابعتكم، في أمان الله.